لازم طبعا نستغل فترة التوقف دي أحسن استغلال ونتعب فيها عشان بعد كده بالظبط كده. نتوج في النهاية فدي تبقى ابرز درسنا كويس. دي ابرز الحاجات اللي انا ممكن اكون قلقان منها، لكن التشكيل على ما اعتقد ان هو هيبقى غالبا هو لو في تغيير لعيب ما لعبش الماتش اللي فات هيلعب، يعني هتبقى في اضيق الحدود، لان برضو انا من المؤمنين او المؤيدين لثبات التشكيل. ما تحبش حتة لا ما التغيير مع ان بحبش، الكابتن لا معتمد اوقات بيعتمد على بتبقى التغيير. غصب عنه، بتبقى غصب عنه او بتبقى لهدف ما في ماتش ما لرؤيه فنيه، ولكن اهم حاجه العمود الفقري بتاع الفرقه يبقى ثابت، لان العمود الفقري بتاع الفرقه اللي هو الاماكن الحساسه اللي هي دايما بتبقى اللي ما فيهاش تغييرات كتيره واخد بالك بتبقى ثابته، فدي اهم حاجه بتبقى ثابته مع القماشه اللي معاك. انت مسافر من غير 7 لعيبه مثلا ولا 8 لعيبه اللي هم في ايقافات وفي رؤيه فنيه و الى اخره، ولكن القايمه اللي معاك، لا القايمه اللي معاك حلوه طبعا، فمع المقارنه بالتشكيلين هتلاقي لا في هارموني كبير جدا، على الاقل على الاقل 8 لعيبه 8 لعيبه ثابتين. ازاي الفريق يفصل خاصة كمان نفسيا بين الدوري والكونفدرالية؟ الفصل النفسي بين الدوري والكونفدرالية دول لعيبة كبار، من المفترض ان هو اللي بيقدر يفصل اللعيب، مهما قلت للعيب في محاضرة ومهما ماما، لا انت لعيبة كبار، انت في قائد الفرقة شيكابالا، في محمد عبشافي، الناس دي خبرات بتعرف تفصل، بتعرف تفصل كويس جدا. والدليل على ذلك ان انت في ال4 5 ماتشات الاخيره فصلوا بين بيراميدز، لان انت بعد ماتش بيراميدز كان ممكن يبقى المستوى اقل في المباراه اللي بعدها، على اساس ان انا فزت على بيراميدز وبذلت مجهود و الاخره، ولكن لا انت استمريت في نفس الاداء ونفس الروح المعنويه، عشان كده انا كل ثقه ان اللعيبه هتعرف تفصل بينها ما بين نفسها. طب فكره ان انت محتاج نقطه واحده بس، ده ممكن يدي للعيبه اريحيه من الضغط في المباراه دي؟ لا يديهم حافز، لسبب لان هو اللعيب لعيب الزمالك عايز يصالح جمهوره، ممكن ما يبصش للنقطه، هو ممكن يبص ان انا عايز امحي مباراه المصري طبعا، لان هو النقطه معلش يعني لو على النقطه انت هتجيبها من المباراتين اللي جايين على ارضك لو على النقطه، ولكن هو هيبص لها ان ديها لا قدر الله لو حصلت اي نتيجه غير التعادل او الفوز هيبص لها ان لا الجمهور مش هيزعل طبعا، هيزعل. فانا ببص لها من ناحيه ايه كلاعب، انا ما ببصلهاش من ناحيه نقطه، انا ببص لها من ناحيه ان انا عايز اصالح جمهوري، وفي نفس الوقت ارجع اقول للجمهور ان انا لا الدوري مازال في جيبي، مازال موجود، محدش حسم الدوري، لسه الفرق كلها هتاخد نقاط وتفقد نقاط والكلام ده كله. فهو ده المفروض يبقى الحافز، وخصوصا ان احنا مش بنتكلم لعيبه صغيره، ده لعيبه كبار، لعيبه كبار.